اسهل بن حمد بن قناص العامري التوقيت الزمني ولحظة الوصول 5 دقائق 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية كان توقيت دمعة، بينما اللي احتلت المركز الثاني كانت النصيبة سالم بن حمد بن محمد العامري وتوقيته الزمني. توقيتها كان 5 دقائق 53 ثانية، 3 أجزاء من الثانية تهنينا والناموس، بينما اللي احتلت المركز الثالث كانت شجون سالم بن هويدن بن ذيبان الاكتبي وتوقيته الزمني. ست دقائق بدون ثواني، جزء وحيد من الثانية تهنينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم في انطلاقة هذا الشوط، شوطنا 21 للابكار المهجنات الاصايل. ننطلق مع حضراتكم مع مقدمة الشوط مع المركز الاول، تنطلق زوم على الصدارة بشعار عبد الله بن مطوع الظاهري يقدم لنا زوم. المركز الثاني الحاضرة في هذه اللحظات والقادمة مزيون محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي يقدم لنا مزيون. المركز الثالث احضرت كيف سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، بينما المركز الرابع احضرت الشايبة سهيل بن غانم بن حميد النعيمي. المركز الخامس احضرت في هذه اللحظات ووصلت مشاهدينا الكرام شهب الحاضرة بشعار ناصر بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي. المركز السادس الحضور في هذه اللحظات من في هذه اللحظات شعار سلطان بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم لنا طراوة. أم هنا طرودة الحاضرة في هذه اللحظات وينطلق مع انطلاقتها بهذا الشعار، بينما القدوم بينما الحضور في هذه اللحظات. هنا تنطلق مشاهدينا الكرام إيجاد عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصورية، لكن أعود إلى مزيونة تنطلق بالشكل الجميل، تنطلق بشعارها الأنيق، تنطلق على الصدارة بحثاً عن الفوز بحثاً عن الناموس. محمد بن عتيق بن محمد العميمي يقدم لنا مزيونة، ولكن بن عميره الشامسي يقدم لنا كيف سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي مع المركز الثاني. المركز الثالث احضرت في هذه اللحظات ووصلت لتنطلق الظبي سالم بن حمد بن محمد العامري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الظبي، بينما المركز الرابع إيجاد عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصورية مع رابع الأسماء خيرة هي الحاضرة أحمد بن راشد بن سعيد المنصورية مع المركز الخامس. الخمس المراكز الأولى
الحاضرين والمنطلقين، لكن الكيلومتر الأخير وغيرت في هذه اللحظات وانطلقت للفوز الظبي سالم بن حمد بن محمد العامري الظبي ومزيونه والظبي انطلق العامري نحو الفوز نحو الناموس نحو الانتصار، ولكن مزيون يا مجنونه انطلقت في هذه اللحظات نحو الفوز القادمة الحاضرة في هذه اللحظات. أوصلت الراسية عامر بن علي بن عامر المري، وصل في هذه اللحظات مع الراسية ومزيونة والراسية، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الأمتار المجنونة، الأمتار الحساسة، السالمية مع المركز الثالث، ولكن مزيونة محمد بن عتيق بن محمد العميمي مزيونة راحت بالفوز، راحت بالانتصار، راحت مزيونة بشعارها الكبير بشعارها الغني عن التعريف المركز الثاني. احضرت مشاهدينا الكرام الراسية عامر بن علي بن عامر المري المركز الثالث. السالمية مبارك بن راشد بن حميد المنصوري والمركز الرابع. أوصلت وجنة راشد بن خلفان الكتب مشاهدينا الكرام بالفعل وجنة راشد بن خلفان الكتبي والمركز الخامس. أوصلت مشاهدينا ومتابعينا الكرام مرور علي بن محمد المنهالي. أعود إلى التوقيت الزمني، أعود إلى توقيت مزيونة ولحظات وصولها 5:56.6 من الثانية. تهانينا لمالكي مزيونة على هذا الفوز والانتصار الكبير. أيضا مزيونة هي بطلة هذا الشوط المركز الثاني. أوصلت مشاهدينا الكرام لحظات وصولها إذن اللي هي الراس عامر بن علي بن عامر المري، قدمت أداء كبير 5:57 من الثانية. تهانينا والناموس لها على هذا الفوز والانتصار المركز الثالث. كانت اللي هي السالمية مبارك بن راشد بن حميد المنصوري قدم لنا شعاره 5:58.9 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الكبير. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نتواصل ونجدد لقاءنا من